بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس أحمد خضر. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن رسم العناصر الخرسانية بإذن الله. قبل ما نتكلم عن موضوعنا هناخد نبذة سريعة كده عن أنواع المباني وأنواع الأنظمة الإنشائية في العالم. أول حاجة عندنا في عندنا المباني الهيكلية اللي هي skeleton structure، وفيها بتكون عندنا البلاطة أو السقف بيكون متشال على الكمرات، والكمرات عندنا بتكون متشالة على الأعمدة، والأعمدة بتكون متشالة على قواعد، والقواعد بترمي على التربة بتاعتنا. طيب بعد كده عندنا النوع اللي بعده، عندنا الحوائط الحامله اللي هي الوول بيرنج، وفي بتكون البلاطه عندنا او السقف بتاعنا بيكون متشال على الحوائط، الحوائط اللي هي بتاعتنا الحوائط المباني، تمام. والحوائط بتكون عندنا متشاله على القواعد، والقواعد بترمي على التربه. طيب ان شاء الله موضوع دراستنا عن السيركل سكيلتون استراكشر اللي هو النوع الاولاني. هنبص سريعا كده نشوف رسمه سريعا لمكونات المبنى الهيكلي. عندنا الصورة اللي قدامنا دي صورة لمبنى من الخرسانة المسلحة، والمبنى اللي قدامنا ده مبنى هيكلي. طيب عبارة عن ايه المبنى الهيكلي؟ عبارة عن بلاطة سقف او السقف نفسه، والسقف ده بيكون متشال عندنا على كمرات، والكمرات عندنا متشال على اعمدة، والاعمدة بترمي تحت على القواعد، والقواعد بترمي على الطرق. طيب هنشوف صورة اوضح للموضوع ده. عندنا الاليمنت اللي عندنا اول اليمنت عندنا اللي هو السلاب السقف اللي عندنا، وبعد كده عندنا السقف متشال على كمرات اللي هي قدامنا بالمنظر ده، دي اللي هي الكاميرا الافقيه، طيب اللي هي مكتوب عليها بيم. طيب بعد كده عندنا البيم او الكاميرا متشاله على الاعمده، والاعمده بترمي تحت على القواعد. طيب الشكل اللي قدامنا هنا البلاطه، هنا في الشكل اللي قدامنا البلاطه المفرغه متشاله عشان خاطر بس نقدر نشوف التفاصيل اللي تحتها. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن، بيورينا هنا صورة عن شكل اتصال العمود مع القاعدة بتاعته. فعندنا العمود اللي هو واقف بالمنظر اللي قدامنا ده، اللي هو الرأسي، العمود الرأسي اللي قدامنا اللي هو القطاع بتاعه أو الكروس سكشن بتاعه متهشر باللون الأحمر، عبارة عن تي أو طول في العرض بتاع العمود. بعد كده عندنا العمود متشال على القاعدة اللي هي مستطيلة اللي قدامنا دي، قاعدة منفصلة يعني قاعدة شايلة عمود واحد، والقاعدة دي بترمي على التربة التانية. طيب بعد كده هنتكلم عن نظرية نقل الأحمال في العناصر الإنشائية بتاعتنا. أول حاجة عندنا الحمل عندنا بيتنقل للبلاطة، سواء كان حمل عندنا concentrated load أو سواء كان distributed load، سواء كان dead load أو كان live load. طيب الحمل عندنا اول حاجه بيتنقل للبلاطه الخرسانيه بتاعتنا، وبعد كده البلاطه بتاخد الحمل وترميه على الكمرات اللي هي شايلاها، وبعد كده الكمرات بتنقل حملها للعمود او السبورت بتاعها، وبعد كده العمود بينقل الحمل بتاعه للقاعده اللي هي شايلاه، القاعده اللي هي تحته على طول، وبعد كده القاعده بترمي حملها على السويل. طيب هنتكلم عن الفرق ما بين اللوح الانشائي واللوح المعماري. طيب عندنا طبعا النوع اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو السكيلتون ستراكشر اللي هو المبنى الهيكلي اللي هو بيتكون من بلاطه وكمره وعمود وقاعده. لو عندنا غرفه سكنيه قاعدين فيها، الغرفه دي هي بتتكون من ايه؟ هنبص هنلاقيها ان الغرفه عندنا بتتكون من سقف، والسقف ده متشال على الكمرات، والكمرات بتاعتنا متشاله على الاعمده، وفي عندنا فيما بين الاعمده وبعضها البعض في عندنا الحوائط المباني اللي هي بتقفل الاوضه بتاعتنا، في عندنا اللي هي الفتحات زي الابواب والشبابيك، والاوضه جواها مثلا لو هي غرفه نوم هنلاقي جواها سرير ودولاب. طيب المعماري عندنا بيجي يقطع في نص الاوضه، يعتبر ان احنا بناخد شريحة افقية في نص الاوضة، والمعماري بيهتم بالتفاصيل اللي هي لاسفل الاوضة اللي هي موجودة الفرش بتاع الاوضة، فبيبص الاسفل، المعماري بيبص الاسفل، فبيشوف عندنا المعماري بيشوف الحوائط اللي هي حوائط المباني، وبيشوف الفتحات اللي هي الشبابيك والابواب، وبيشوف عندنا الاساس اللي في الاوضة سواء سرير او دولاب، وعندنا برضو بيشوف السلالم. طيب
فبيظهر عندنا البلان المعماري اللي قدامنا ده. اللي قدامنا ده عبارة مش كاميرا، اللي قدامنا ده عبارة عن حيطة من المباني، وده الرمز، الرمز التشير اللي قدامنا ده، ده رمز الشباك، وده الرمز بتاع الباب، وده عندنا الايه السلم. طيب اما على العكس تماما، المهندس المدني او المهندس الانشائي بيكون بنفس الكلام برضه، بيقطع في نص الاوضه لكنه ما بينظرش لتحت، هو ما بيهتمش بالاساس والكلام ده، هو بيهتم بالعناصر اللي هي شايله المبنى بتاعتنا، فبيبدا يقطع في نص الدور ويبدا يبص لاعلى. فاول عنصر بيكون قاطعين فيه اللي هو بيكون العمود، عشان خاطر كده في اي لوحه مسقط افقي لاي دور بنلاقي دايما عندنا العمدان دايما بتبقى متهشره، لان هي بيكون قاطعين فيها وخط القطع بيبقى طايلها فبتتهشر. طيب العنصر اللي ظهر لي بعد العمود على طول هنلاقي الكاميرا، وهنلاقي ان الكاميرا عندنا هي عباره عن خطين بتظهر في البلان، خطين، الخط الاولاني او الخط الخارجي والخط الداخلي، المسافه ما بينهم هي عباره عن عرض الكاميرا. طيب بعد كده عندنا لو لاحظنا ان الكاميرا بتاعتنا بتبتدي من وش العمود لوش العمود. طيب رسمنا الكاميرات، بتلاقي عندنا الاربع كاميرات مع بعض بيقفلهم مع بعض وبيحصروا لي ما بينهم البلاطة الخرسانية اللي هي قدامنا دي. فعندنا في ادي كاميرا وادي كاميرا وادي كاميرا وادي كاميرا، عندنا الاربع كاميرات دول بيحصروا في ما بينهم البلاطة. عندنا البلاطة بيكون مكتوب عليها السمك في البلان، بيكون عليها مكتوب عليها السمك بتاعها، ومكتوب عليها الانديكيشن او التشير بتاع التسليح سواء كان فرش او غطا. طيب ده كان نبذة سريعة عن العناصر الإنشائية. إن شاء الله هنتكلم دلوقتي عن البلاطة الخرسانية، مش هنتكلم عن الديزاين بتاعها، لكن هنتكلم عن الرسم بتاعها سواء كان الرسم الخرساني او تفاصيل التسليح. طيب اول حاجه عندنا البلاطه، نوعها اللي احنا هنستخدمها بلاطه سوليد سلاب. يعني ايه سوليد سلاب؟ يعني بلاطه، عندنا بلاطه كمريه او بلاطه مصمطه. بلاطه كمريه يعني بلاطه متحوطه باربع كاميرات. عندنا اول حاجه في خطوات الرسم بتاعتنا، اول حاجه بنرسم عندنا البلان. البلان بتاعنا بيترسم بسكيل 1:100 او 1:50 على حسب ما يديهولك. طيب بعد كده عندنا اول خطوه بنرسم المحاور الافقيه والراسيه. عندنا المحور الافقي لما بيتقاطع مع المحور الراسي بيحصروا لي مساحه ما بينهم. طيب عندنا يتم رسم المحور الافقي او المحاور الافقيه والراسيه. طبعا المسافات ما بين المحاور بتكون معطاه، بيديني المسافات في اتجاه اكس وفي المسافات في اتجاه واي. طيب بعد كده عندنا بيتم تسميه كل محور في بدايته ونهايته. عندنا المحور هو عباره عن خط، شرطة طويلة وبعد كده عندنا شرطة قصيرة وهكذا. فالخط طبعا ليه بداية ونهاية، فكل بداية ونهاية بيكون ليها اسم. طبعا التسمية عندنا بتكون يا إما بحرف أو برقم، وعندنا الحرف أو الرقم بيتحط داخل دايرة أو داخل معين. الدايرة عندنا طبعا الشائع طبعا الدايرة، والدايرة دي بتترسم بالشبلونة. طيب بشبلونة الدوائر. طيب عندنا المحور لما بنيجي نسميه بنسميه ببدايته ونهايته. فلو المحور اللي قدامنا ده ألف، بدايته ألف ونهايته ألف، بنقول عليه ده محور ألف ألف. بعد ما عملنا المحاور بتاعتنا كلها بيتم كتابة الأبعاد على الرسم. عندنا في نوعين اتنين من الأبعاد، في عندنا أبعاد داخلية أو الأبعاد البينية اللي هي بتكون ما بين المحور والذي يليه مباشرة. يعني عندنا محور ألف ومحور ب، المسافة ما بينهم 5 متر، فالبعد ده عبارة عن بعد بيني أو بعد داخلي. طيب عندنا بعد كده عندنا ابعاد خارجيه. الابعاد الخارجيه بتاعتنا اللي هي بتكون ما بين اول محور عندنا في الرسمه واخر محور، يعني عندنا محور الف ومحور ج، المسافه ما بينهم هي عباره عن البعد الخارجي، وهو بيساوي مجموع المسافات الداخليه او المسافات البينيه بين المحاور بعضها البعض. طيب نفس الكلام برضو بيتم توقيعه او بيتم برضو وضع المحاور بتاعتنا بوضع المحاور الأفقية ووضع الأبعاد عليها. طيب طبعا بيتم تسمية المحاور بالنسبة للمحاور الرئيسية يا إما كلها حروف يا إما كلها أرقام، والمحاور الأفقية عكس المحاور الأفقية. فأنا لو سميت المحاور الأفقية لو سميتها أرقام فيبقى الرئيسي يبقى إيه حروف. طيب لو لاحظنا إن إحنا عندنا الكتابة بتاعتنا حاطينها بطريقة معينة ليه؟ لأن إحنا عندنا في حاجات ستاندر كده لقراءة اللوحة، اتجاهات أو مكان ستاندر اتفق عليه كل المهندسين وكل الصناعية بيقرأوا اللوحة من هذا الاتجاه.
طيب هنيجي نبص سريعا كده على الاوتوكاد، هنشوف قدامنا اللي قدامنا ده عبارة عن اللوحة او الرسمة بتاعتنا. فلو افترضنا ان اللوحة بتاعتنا فيها محور رأسي ومحور افقي، فقلنا المحور الرأسي فوق بيشيل اتجاه النورث او اتجاه الشمال، وتحت اتجاه الساوث او اتجاه الجنوب، وفي عندنا المحور الافقي في اتجاه هنا الايست او اتجاه الشرق، وفي عندنا اتجاه الويست اللي هو اتجاه الغرب. فدايما لما بنيجي نقرأ اللوحة دايما بنقف ناحية في او في الركن الجنوبي الشرقي للوحة بالمنظر اللي قدامنا ده. ده عبارة عن عين القارئ، ما بيجي يقرأ بيقرأ بالطريقة دي. عشان خاطر كده لما اكتب الدايمنشن عندنا رأسي، فلازم نميل عندنا الكتابة بالطريقة دي عشان خاطر لما اجي ابص من هنا اقدر اقرأها قراءة سليمة. نفس الكلام في التسليح عندنا برضو، لما بنيجي نقرأ التسليح الرأسي بتاعنا اللي قدامنا ده، فبنبص برضو من نفس الاتجاه، فلازم اميل الكتابة بالطريقة دي، ما ينفعش اعكسها والا هنقرأ غلط، لان اي مهندس بيقرأ دايما من الايه، دايما بيقرأ من الركن الجنوبي الشرقي للوحة. برضو نفس الكلام بالنسبة للجنش بتاع اللوحة او الجنش بتاع التسليح اللي هو قدامنا ده، اللي هو مايل، بيكون مايل حتة خط كده، بيكون مايل بزاوية 45. فلو احنا بنبص من الاتجاه ده، فهنشوف ان احنا عندنا التسليح اللي قدامنا ده يكون تسليح سفلي. طيب اما بالنسبة لو الجنش، لو بصينا برضو من نفس الاتجاه وشفنا التسليح ده اللي هو في الناحية التانية المقابلة ليه، ده بالنسبة لنا يمثل التسليح العلو. نفس الكلام برضو بالنسبة للخطين الأفقيين بتوع التسليح، عندنا برضو الكتابة برضو لازم تكون أفقية بالمنظر ده، بحيث إن اللي يبص من هنا يقدر يقرأها سليم، قراءة سليمة. ونفس الكلام برضو بالنسبة للتسليح، الجنش بتاعنا في الاتجاه ده ومع اتجاه النظر ده، التسليح ده بالنسبة لنا تسليح سفلي، واللي فوق ده تسليح. طيب لو واحد فينا عكس بقى الكلام ده، يعني ما بصش من هنا وبص من اتجاه تاني، تمام، فهيشوف طبعا ان ده بالنسبة له هيكون سفلي. يعني احنا وقفنا هنا كده وبصينا، فهشوف ان ده سفلي وده علوي، وهنلاقي نفسنا عكسنا كل حاجة في اللوحة، فطبعا الكلام ده غلط طبعا. طيب فعشان خاطر كده دي اتجاهات القراءة الستاندر لأي لوحة إنشائية بتاعتنا. طيب عندنا كده بس نوضح سريعا موضوع بس الايه، الخطأ في القراءة. طيب لو عندنا، لو حطينا القراءة بتاعتنا او كتبنا التسليح بتاعنا بالمنظر ده واحنا بصينا بالاتجاه ده، فهنلاقي ان احنا عندنا الكتابة مقلوبة، فمش هنقدر ايه نقرأها قراءة سليمة. عشان خاطر كده لازم نلتزم بهذه القواعد. بعد كده نكمل عندنا، بعد ما وقعنا طبعا، بعد ما عملنا المحاور وكتبنا عليها الأبعاد بتاعتنا، بيتم توقيع الأعمدة على نقط تقاطع الأجساد. عندنا المحور بتاعنا ده مع المحور ده بيتقاطعوا في نقطة، والنقطة دي بنحط عليها العمود بتاعنا، والعمود بتاعنا بيكون زي ما اتفقنا احنا حاطين في نص الدور، فبيتهشر بخطوط مايلة بزاوية 45. في حالة لو هو ما ادانيش العمود في المسألة، بنفرض العمود بتاعنا عمود قطاعه 25 في 25 سم، وبنفترض ان احنا عندنا نقطة تلاقي الأجساد دي هي عبارة عن نقطة منتصف العمود، يعني أكنها بالظبط السي جي بتاع العمود. وبعد كده عندنا بنقف بداخل المحاور ونرسم الكاميرات، يعني نقف جوه الرسمة زي ما نوقف كده بالمنظر ده، ويبقى عندنا في عندنا خط الرسم. طبعا زي ما اتفقنا الكاميرات بتاعتنا بتترسم بخطين، بيكون في خط بالنسبة لوقفتي ده، الخط اللي ناحيتي ده بيكون ده خط داخلي، والخط اللي بره ده خط خارجي، والمسافة ما بينهم بتكون ده عرض الكاميرا. فلو مديني عرض الكاميرا مثلا 25، او مديني ابعاد الكاميرا 25 في 60، فيكون المسافة ما بين الخطين دي عبارة عن العرض الصغير اللي هو 25 سنتي. طيب فانا واقف جوه، فاول حاجة بنرسمها بنرسم الخط الخارجي، وبيكون من وش العمود لوش العمود، وبيكون الوجه الخارجي للعمود. بعد كده بعد ما نرسم الخط الخارجي بنقيس الزاوية، بنقيس ال 25 سنتي، وبعد كده نرسم الخط الداخلي، وهكذا بالنسبة لجميع الكاميرات اللي موجودة عندنا في البلاد. طيب المحور، طبعا المحور ده محور أفقي، ده محور رأسي، ده بالنسبة لنا العمود، ده الكاميرا، وده بالنسبة لنا الخطوط اللي هي الخطين اللي بيمثلوا عندنا الكاميرا. طيب طبعا لو ما ادانيش ابعاد الكاميرا في المساله، او مديني رسمه بلاطه ومش مديني ابعاد الكاميرا بتاعتنا ولا ابعاد العمود، فقلنا ابعاد العمود هتتفرض 25 في 25، ولكن ابعاد الكاميرا هنفرضها 25 في 60. ال 25 ده اللي هو عرض الكاميرا، وال 60 اللي هو السمك او ارتفاع الكاميرا. طيب بعد ما رسمنا الاربع كاميرات، طبعا الاربع كاميرات قلنا هيقفلوا بالنسبه لنا شكل مغلق، فبيحصروا ما بينهم البلاطه، البلاطه اللي هي البلاطه الخرسانيه بتاعتنا. طيب فعندنا بعد رسم اربع كاميرات تحيط بالباكيه، تكون عند تتكون عندنا مساحه المحصوره بينهم بتكون هي البلاطه. بعد كده بنحط التسليح بتاع البلاطه، والتسليح بتاعنا في البلاطه بيكون عباره عن شبكه سفليه،
مكونة من فرش اللي هو الحديد المين اللي هو الدكتور بيقول لنا عليه المين. طيب وفي عندنا الغطا اللي هو الحديد السكندري. طيب والفرش بتاعنا بيكون اسفل الغطا، يعني لما بنيجي نفرش بنفرش السيخ الاول وبعد كده بنحط فوقه الغطا. طيب بيتم وضع الفرش في الاتجاه القصير للبلاطة، بيرمز له بخطين، بنرمز له بخطين. يعني بنيجي هنا مثلا البلاطة اللي قدامنا دي، لو افترضنا ان البلاطة دي ابعادها 5، البعد اللي هو الرأسي 5 والافقي 4، فلما نيجي نحط الخطين بنحطهم في الاتجاه القصير، يعني نحطهم افقيين موازيين للاتجاه القصير اللي هو الـ4. بعد كده بيجي عمودي عليهم في الاتجاه الطويل اللي هو الايه الغطا. طيب ويتم وضع الغطا في الاتجاه الطويل العمودي على الفرش، وبيرمز اللي هو العمودي على الفرش بيرمز له بخط، بيرمز له بخط، بيكتب قيمة التسليح على الفرش والغطا. يعني بنكتب التسليح بتاعنا، رمزنا عملنا الانديكيشن اللي هو الخطين بتوع الفرش والخط بتاع الغطا، وبنكتب عليه قيمة التسليح، واتفقنا ان احنا بنميل الخطوط او بنميل الكتابة عندنا بالمنظر ده عشان اتجاه القراءة بتاعتنا. طيب فلو عندنا البلاطة قدامنا دي بلاطة اللي هو ابعادها في الاتجاه الرأسي 4 وفي الاتجاه الافقي 5، فبالتالي الفرش هيكون موازي للبعد القصير اللي هو 4 متر، وان ايه ان هنحطه بالمنظر ده اللي هو خطين، وبيكون مدينا التسليح، وبيكون اللي هو التسليح الفرش ده بيبقى اسمه في المسألة بتاعتنا المين، الحديد المين اللي هو الرئيسي 5 فاي 12، وبعد كده عندنا الحديد السكندري بتاعنا اللي هو الغطا 5 فاي 10 اللي هو موازي للاتجاه الكبير اللي هو 5. طيب البلاطة اللي قدامنا دي بلاطة اسمها سمبل سلاب. يعني ايه سمبل سلاب؟ يعني بلاطة باكية واحدة. يعني ايه باكية واحدة؟ يعني مفيش كمان بلاطة جنبها، هي بلاطة واحدة بس محاوطة بأربع كمرات وبأربع ايه وبأربع عامل، فبيسموها السمبل سلاب، الكاميرا او البلاطه البسيطه. طيب اللي قدامنا ده طبعا احنا بنيجي بقى قصاد رسمنا التسليح وعملناه، بعد كده بنرسم مين؟ بعد كده بنحط دايره كده في الاتجاه المقابل للتسليح، يعني عندنا حطينا احنا التسليح بتاعنا في الكورنر ده، يبقى في الكورنر التاني للبلاطه بنحط عندنا الدايره بتاعتنا، وبنحط جواها السمك بتاع البلاطه، يعني الرقم اللي هو 12 ده 12 سنتي اللي هو سمك البلاطه، التخانه بتاعت البلاطه. طيب بنكتب طبعا اسمه، بنكتب ان ده البلان بتاعنا، وبنكتب السكيل بتاعه 5 فاي 10 معناها ايه؟ 5 فاي 10 في المتر. لما نقرا التسليح بتاعنا 5 فاي 10 في المتر نترجمه ازاي؟ اول حاجه عندنا الخمسه، الخمسه دي عباره عن عدد الاسياخ بتاعتنا، وعلى الفاي اللي هي بشرطتين، هي عباره عن الفاي بترمز لنوع الحديد بتاعنا اللي هو حديد مشرشر اللي هو الهاي تنسايل ستيل. طب الفاي لو عندنا فاي بشرطه واحده فدي بترمز للحديد الاملس او الحديد الطري اللي هو بيكون جاي على هيئة لفف اللي بنعمل منه الكنات، بيكون الأقطار بتاعة الحديد الطري بتكون من 6 و8 مللي، فيما فوق بقى اللي هو من أول 10 مللي وأنت طالع ده حديد إيه؟ حديد مشرشر اللي هو الحديد هاي تنسايل ستيل، حديد عالي المقاومة. بعد كده عندنا العشرة دي هي عبارة عن قطر السيخ بالمللي، 10 ده قطر السيخ بالمللي. بعد كده على المتر اللي هي السلاش اللي عندنا الشرطه المايله على المتر الطولي، المتر الطولي ده اللي هو مسافه توزيع، يعني معنى كده ان انا عندي كل متر بيكون فيه 5 اسياخ قطرهم 10 مللي. طيب لو عايزين نجيب بقى مسافه التفريد ما بين الاسياخ وبعضها، يعني لو هنرسم رسمه سريعا كده، طيب عندنا ادي السيخ الاولاني وادي السيخ الثاني وادي السيخ الثالث وادي الرابع وادي الخامس. طيب اتفقنا ان احنا عندنا ايه 5 في المتر، 5 في المتر، يعني عندنا ادي سيخ 2 3 4 5، يعني المفروض ان المسافة دي كده اللي هي 1 متر. طيب لو عايزين بقى نحسب المسافة ما بين السيخ ده واللي بعده اللي هي مسافة اس او مسافة السبيسنج، بنحسبها ازاي؟ عبارة عبارة عندنا عن ايه؟ عبارة السبيسنج بتاعنا عبارة عن مسافة التوزيع اللي هي الواحد متر اللي عندنا مقسومة على عدد الأسياخ اللي موجودة عندنا اللي هي الخمسة، فعندنا واحد متر اللي هو 100 سنتي مقسوم على 5، يدينا إن المسافة ما بين السيخ والسيخ اللي بعده عبارة عن 20 سنتي. طيب طبعا لما بنيجي نحط التسليح بتاعنا بنكسح نص الحديد والنص التاني بيكون عدل، وبيكون بالتبادل، يعني بنعمل سيخ مكسح وبعده سيخ عدل وبعده سيخ مكسح وبعده سيخ عدل وهكذا. بيتم كتابة سمك البلاطة اتفقنا بداخل دايرة في الاتجاه المقابل للتسليح اللي هو 12 سنتي. بعد كده بناخد السكاشن بتاعتنا اللي هو الكروس سكشن في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، وبيرسم السكشن او الكروس سكشن بسكيل 1 ل 25
كما في الايه، في السكشن اللي هو سكشن واحد، السكشن اي اي اللي قدامنا ده، بناخد سكشن عرضي في الايه، في البلاطه عشان نظهر التفاصيل التسليح بتاعته. طيب اتفقنا البلان بيترسم بسكيل 1 ل 100 و1 ل 50، لكن الكروس سكشن بيترسم بسكيل 1 ل 25 او 1 ل 50. طيب مشكله السكيل 1 ل 50، ان السكيل لما نيجي نرسم سمك البلاطه، هو سمك البلاطه اللي قدامنا 12 سنتي مثلا، فلما نيجي نحسب 12 ونيجي نقسمها على السكيل، يعني 12 على 50 اللي هو بسكيل 1 ل 50 هيديني 24 من 100 سنتي. 24 من 100 سنتي، ف24 من 100 سنتي دي مسافة صغيرة جدا مش هقدر ارسم فيها التسريح بتاعي. طيب فهنعمل ايه؟ عادي هنشتغل عادي جدا، بس عشان خاطر نخلي المسافة دي مسافة تسمح بان انا اقدر احط فيها التسريح، فاحنا ممكن نفرضها 1 سنتي بدون اسكيل. تمام؟ طيب بعد كده عندنا طبعا اول حاجة لما بنيجي نرسم الكروس سيكشن بتاعنا، هنيجي بس نبص سريعا كده على ادي البلاطه بتاعتنا، بلاطه باكيتين، ادي البلاطه اللي قدامنا باكيتين اهو. فعندنا ده البلان، فلو خدنا فيه سيكشن بالمنظر ده هيبدا يظهر لنا السيكشن بتاعنا بالمنظر ده. ادي الكاميرا بتظهر لنا بقطعها، ادي التي وادي البي بتاع الكاميرا وادي السمك بتاع البلاطه. فده المفروض ده عباره عن الكروس سيكشن او سيكشن اي اي اللي احنا خدناه في البلاطه، هيظهر لنا بالمنظر ده. طيب فلو عندنا بالنسبه لنا ده برضو شكل للبلاطه بتاعتنا. طيب بعد كده برضو بلان عندنا، ده شكل اوضح عندنا. ده لما خدنا سيكشن في البلاطه ظهرت لنا البلاطه بالمنظر اللي قدامنا اللي هو متهشر باللون الاحمر ده، عباره عن الكروس سيكشن في البلاطه. تمام؟ وده الكروس سيكشن في الكاميرا بتاعتنا. طيب ظاهر لنا برضو هنا كمان. طيب طبعا اول حاجة هنرسمها عندنا المحاور بتاعتنا، هنرسم اول محور وبعد كده نشوف الباكية اللي احنا واخدين فيها الاسبان بتاعها كام. احنا السكشن ده بتاعنا موازي للطول 5 متر، فهو ده ال 5 متر ده اللي احنا هنرسمه. فرسمنا اول محور تمام، وبعد كده هنقيس منه 5 متر ونرسم المحور اللي بعده زي الشكل اللي قدامنا كده، ادي المحور ده وبعد كده المحور اللي بعده 5 متر. وبعد كده عندنا المحور بتاعنا مارل في نص الكاميرا، فالكاميرا بتاعتنا عرضها 25 سنتي، فهناخد 12.5 سنتي على يمين العمود و 12.5 سنتي على شمال العمود، ونفس الكلام بالنسبة للمحور ده. بعد كده هنبدأ نطلع هنرسم العرض بتاعنا، وبعد كده نطلع عندنا ايه مسافة سمك الكاميرا، سمك الكاميرا بتاعتنا اللي هي 60 سنتي، نطلع 60 سنتي وبعد كده نبدأ نمشي أفقي تمام ايه لغاية ما نوصل برضو نقفل معاه ده برضو بال 60 سنتي. تمام؟ بعد كده من الخط اللي فوق ده نبدأ نقيس سمك مين؟ سمك البلاطة اللي هو في المسافة اللي في النص دي كده ظهر لنا سمك البلاطة. فنشوف السمك البلاطه بتاعنا وليكن 12 سنتي، نبدا نقيس من الخط ده 12 سنتي، نرسم الخط اللي تحت، يبقى احنا كده رسمنا الغلاف الخارجي او الشكل الخارجي بتاع الخرسانه. خلصنا الكلام ده طبعا بعد ما رسمنا المحاور ورسمنا الشكل اللي جوه ده وكتبنا التسليح وكتبنا الدايمنشن بتاعنا، هنبدا نحط التسليح بتاعنا. اول حاجه هنعمل التسليح الافقي. فعندنا هنرسم طبعا خط بيبتدي من اول الباكيه لاخر الباكيه، بنسيب بس مسافه كفر 2.5 سنتي ومسافه كفر برده من الناحيه دي 2.5 سنتي. بنعمل جنش طبعا ده بايدينا بيتعمل بمايل بزاويه 45، وبرده المسافه اللي احنا سايبينها من تحت دي برده مسافه كونكريت كفر 2.5 سنتي. فبنبدا نعمل السيخ العدل بتاعنا، ادي السيخ العدل رسمناه، وبعد كده بنيجي نرسم السيخ المكسع بتاعنا. طيب بدايه التكسيه بتاعتنا بتكون منين؟ التكسيه بتاعتنا بتكون مسافه سبع البحر بتاعنا، بنيجي نقيس من وش الكاميرا الداخلي سبع البحر، احنا كده جبنا بدايه التكسيحه وبمثلث زاويه 45 نبدا نعمل التكسيحه بتاعتنا. طيب التكسيحه بتاعتنا بتكون نهايتها فين؟ بتكون نهايه التكسيحه بتاعتنا بنسيب بس مسافه 2.5 الكفر بتاعنا، وبعد كده بنكمل السيخ بتاعنا ويبدا يلف بالمنظر اللي قدامنا. طيب
نفس الكلام برضو في الباكيه اللي هي السيمبل اللي قدامنا ده، يعني معنى كده ان الكاميرا بتاعتي ما فيش يمينها تاني بلاطه، فبرضو هنا برضو نفس الكلام. فبيبقى عندنا بناخد برضو التكسيحه اللي الناحيه دي برضو سبع البحر بتاعنا، يعني لو عندنا خمسه البحر بتاعنا 5 متر، فبناخد 5 على 7 تدينا المسافه دي بالمتر، وبعد كده نحولها للسكيل اللي مطلوب اللي احنا بنرسم بيه. وبعد كده نرسم عندنا حددنا النقطه دي اللي هي نقطه بدايه التكسيحه، وبعد كده من مثلث زاويه 45 نبدا نعمل الايه التكسيحه بتاعتنا، وبعد كده بنسيب طبعا من فوق بس مسافه 2.5 الكفر، ومن الجنب برضه مسافه 2.5 الكفر، ونبدا نلف السيخ بتاعنا زي ما احنا شايفين. طبعا خلصنا كده بالنسبه لنا الكروس سيكشن. طيب باقي لي بس التسليح بتاعي. طبعا احنا عارفين التسليح بتاعي عباره عن شبكه فرش وغطا، والاثنين متعامدين على بعض، فبالتالي هيظهر لنا فيهم واحد مننا من عندنا هيظهر لنا خط، والتاني العمود عليه هيظهر ايه نقط. طيب بعد ما خلصنا طبعا واظهرنا النقط بتاعتنا، النقط دي ما بتتحطش عشوائي، يعني النقط بتاعتنا دي بيكون المسافه ما بين النقطه والتانيه اللي هي عباره عن السبيسنج اللي احنا حسبناه قبل كده، يعني لو عندنا 5 تسياخ في المتر، يعني كده النقطه والنقطه التانيه مسافه بينهم 20 سنتي اللي هي عباره عن 100 سنتي مقسومه على عدد الاسياخ اللي هو 5 في المتر. خلصناها طبعا. خلصنا بعد كده يبقى احنا عندنا نبدا نحط عندنا اللي ظهر لنا بالنسبه لنا الخط هو كان الغطا، فكان تسليحه 5 في 10، والنقط بالنسبه لنا بنجمع 3 4 نقط مع بعض وبنكتب عليهم التسليح بتاعهم اللي هو بالنسبه لنا الفرش 5 في 12، عشان خاطر ان الفرش عشان خاطر النقط بالنسبه لنا هي الفرش، فهي جايه تحت الخط. طيب بعد كده بناخد التسليح طبعا اللي هو بنفرد التسليح الخطوط بالنسبه لنا، النقط ما بتتفردش، نبدا نفردها تحت الايه تحت الكروس سيكشن قدامنا. طيب بتتفرد ان انا باخد بس مجرد ان انا بنقل الحديد ده بالظبط بنفس الابعاد بنفس كل حاجه، بنقله تحت الايه تحت الكروس سيكشن بس، لكل الفكره ان انا ببعدهم عن بعض عشان بس ابدا اظهر اقول ان ده سيخ وان ده سيخ تاني، وفي نفس الوقت احنا قلنا بنكسح ايه نص الاسياخ ونص الاسياخ بيكون عادل، فانا عندي 5 في 10 فبنحط نصهم اللي هو 2.5 في 10 على المتر عدل، و2.5 في 10 على المتر مكسح، وبيكون ده بالنسبه لنا اللي هو سيكشن اي اي، ونكتب السكيل بتاعه. طيب هنتكلم بس ملاحظات بسيطه كده على موضوع النقط وموضوع الخط، يعني امتى تظهر لنا، امتى الخط يبقى فوق والنقط تحت، او امتى تبقى النقط فوق والخط تحت. ملاحظات بيقول لك لو السكشن بتاعنا لو السكشن اللي هو اي اي لو كان موازي للغطا لحديد الغطا اللي هو عباره عن خط واحد، فان الغطا هو بيظهر في بالنسبه لنا في الكروس سكشن كخط، والفرش بيظهر كنقط. فبالتالي طيب انتوا عارفين طبعا ان الفرش بالنسبه لنا بيكون تحت الغطاء، فبالنسبه لنا بتكون النقط هي اسفل الخط بالمنظر اللي قدامنا ده، يعني ده النقط ده بالنسبه لنا الفرش ده غطاء. زي الايه نطلع نطبق الكلام ده على السكشن او على البلان بتاعنا، القطع بتاعنا او السكشن بتاعنا هو عباره عن السكشن اي اي، الاسهم دي هي عباره عن اتجاه النظر، والقطع بتاعنا اللي هو الايه اللي هو الموازي للمحور الافقي. لو بصينا هنلاقي ان القطع بتاعنا موازي لحديد الغطاء بتاعنا اللي هو 5 في 10، فبالتالي لما اجي ابص في اتجاه النظر اللي هو اي اي هشوف ان احنا بالنسبه لنا هشوف الغطا خط، وهشوف بالنسبه لنا مقاطع بالنسبه للسيخ، هشوف الكروس سيكشن بتاع السيخ اللي هو دايره، فاللي هو بنعمله كنقط في البلاد. طبعا احنا عارفين ان الغطا بيكون هو اللي فوق والفرش تحته، فبالتالي تظهر لنا النقط تحت الايه تحت الخط. طيب لو عكسنا الكلام ده، لو كان السيكشن بتاعي موازي للفرش، فان الفرش بتاعنا هيظهر في السكشن او في الكروس سكشن بتاعنا كخط، والغطا هيكون نقط، وبالتالي عندنا طبعا عارفين ان الفرش هو اللي تحت والغطا فوق، بالنسبه لنا النقط اللي هي بتاعه الغطا هتكون فوق الايه فوق الخط بتاع الفرش. طيب زي ايه بالظبط؟ ان احنا لو خدنا في الرسمه اللي قدامنا دي لو خدنا مثلا سيكشن بالمنظر ده كده، وكان هنا بي بي، فهنلاقي ان احنا هنا موازيين لمين؟ موازيين للفرش بتاعنا، فبالتالي الفرش يظهر كخط والغطا يظهر كنقط، طبعا الفرش تحت والنقط بتاعت الغطا هتكون فوق. طبعا اللي عندنا البلاطات ما بيكونش فيها كنات عشان خاطر كده ما نجيش احنا في السكشن ونلاقي ناس عامله لنا خطوط فيها، لان الكاميرا او البلاطه بالنسبه لنا سمكها صغير، فمش بتحتاج مش بيكون محتاجه للايه للكنات بتاعتها. طيب
ده الكلام اللي احنا خدناه المره اللي هو في الرسمه اللي فاتت، ده كان عباره عن سيمبل سلاب يعني بلاطه البسيطه اللي كانت عباره عن باكي. طب لو عندنا كونتينوس سلاب وفيها باكيتين، طيب هنرسمها عادي خالص بكل بساطه. هنرسم المحاور الرئيسيه، طبعا انا معايا المسافات ما بين المحاور بعضها، فارسم اول محور وبعد كده اقيس 5 متر وارسم المحور اللي بعده وهكذا 5 متر وارسم المحور الثاني. طيب وبعد كده هرسم المحور الافقي بتاعنا، اول محور هيترسم عادي، بعد كده اشوف المسافه ما بينه وما بين اللي بعده اللي هي 4 متر وارسم المحور الثاني. خلاص يبقى احنا كده رسمنا شبكه او شبكه المحاور بتاعتنا اترسمت. بعد كده طبعا ايه هنحط الكوع او هنحط الدوائر بتاعتنا ونسمي المحاور بتاعتنا، وبعد كده هنحط الدايمنشن بتاعتنا، طبعا هنسيب مسافه مناسبه ونحط الدايمنشن. وبعد كده هنبدا نحط مين، هنبدا نحط الاعمده بتاعتنا على تقاطع الاكسات، وقلنا العمود بتاعنا هيكون 25 في 25 لو هو مش مديهولي، او لو الدكتور مش مديهولي. وبالتالي حطيت الست اعمده بتوعي زي ما احنا شايفين، وبعد كده قلنا هنقف جوه البلاطه، بعد كده ارسم الخط الخارجي، وبعده اقيس من عرض الكاميرا اللي هو 25 سنتي وارسم الخط الداخلي، وهكذا لكل الكاميرات. خلاص خلصنا الكاميرات بتاعتنا، نبدا نحط عندنا التسليح بتاعنا وسمك الايه سمك البلاطه. حطينا طبعا التسليح، طبعا عارفين ان قلنا التسليح بتاعنا بيكون الفرش في الاتجاه القصير والغطا في الاتجاه الطويل، فالاتجاه القصير بالنسبه لنا اللي هو الاتجاه الرأسي اللي هو الاربع متر، فنبدا نحط الفرش بتاعنا عباره عن خطين، وفي الاتجاه العمودي عليه هنحط الايه الغطا بتاعنا اللي هو 5 في 10 في المتر، ونكتب على ده 5 في 12 في المتر اللي هو التسليح المين اللي هو الدكتور بيبقى مديهولنا في الرسم او في المساله. طيب نفس الكلام برضه في الباكيه دي، هنبدا نحط التسليح بتاعها، وهنيجي طبعا هنيجي في الكورنر المناظر للتسليح بتاعنا. حطينا التسليح هنا في الكورنر اللي تحت، يبقى نحط الايه الدايره بتاعت السمك بتاع البلاطه في الكورنر اللي فوق، وهكذا. يبقى احنا كده خلصنا البلان بتاعنا، نكتب تحته ان ده البلان ونكتب السكيل بتاعه. نبدا ناخد بعد كده السكاشن، فهناخد سكشن اي اي ونبدا نرسم سكشن اي اي، يعني انا هقطع افق كده وببدا ايه ابص عمودي على الايه على القطع، تمام. بعد كده هنبص هنجي نرسم التفصيله بتاعتنا، اول حاجه هنرسم المحاور بتاعتنا، وبعد كده هنبدا نقيس عرض الكاميرا بتاعتنا يمين وشمال، ان الكاميرا بتاعتنا 25 يعني الكاميرا بتاعتنا السنتر ده في نص الكاميرا يعني 12 ونص كده 12 ونص، وبعد كده نشوف ارتفاع الكاميرا بتاعنا اللي هو 60 سنتي ونطلع. يبقى احنا رسمنا الخط ده، وبعد كده نطلع نجيب الخط نجيب نهايه نقيس 60 سنتي، جبنا نهايه الخط نمشي افقي تمام، وبعد كده نوصل لغايه السنتر. طبعا عارفين ان الحته دي هي عباره عن نص الكاميرا، نص عرض الكاميرا اللي هو 12 سنتي، نقيس نص نقيس 12 سنتي وننزل 60 ونقفل الشكل بتاعنا بالمنظر اللي قدامنا ده. طبعا الكاميرا اللي في النص هنقيس برده 12 ونص 12 ونص، وبعد كده نطلع المسافه بتاعتنا المطلوبه. عارفين طبعا لو سمك الكاميرا بتاعنا 14 يعني ده السمك 14 والسمك بتاع البلاطه سمك البلاطه 14 وسمك الكاميرا 60 سنتي، يبقى المسافه دي هي عباره عن الفرق ما بينهم اللي هي 60 ناقص ال 14 تديني المسافه دي. خلاص احنا رسمنا اللي هو الغلاف الخارجي بتاع الكاميرا او الشكل الخرساني الخارجي بتاع الكاميرا. بعد كده هنبدا نحط التسليح بتاعنا. التسليح بتاعنا اول حاجه هنحط التسليح اللي هو ايه السفلي بتاعنا اللي هو التسليح العدل. اول حاجه التسليح العدل هيبقى عباره عن خط في الباكيه دي اللي احنا واقفين فيها، الباكيه اللي هي اليمين 5 متر الاولانيه تمام. هنبدا نحط خط طبعا على مسافه طبعا 2.5 اللي هو 2.5 سم اللي هي الكفر اللي هي المسافه دي كده، دي مسافه 2.5 الكفر. بعد كده هنعمل الخط بتاعنا نسيب برده 2.5 الكفر ونبتدي الخط بتاعنا. الخط بتاعنا هيمشي عادل مكمل لغايه وش الكاميرا اللي في الباكيه الثانيه، يعني عندنا هنا الخط الداخلي بتاع الخط الخارجي بتاع الكاميرا، انا واقف جوه هنا يبقى ده الخط الخارجي بتاع الكاميرا، يبقى يكمل عندنا الخط بتاعنا لغايه الوش قدامنا كده، وبعد كده نعمل الايه نعمل الجنش بتاعنا. نفس الكلام نفس الخط هيتعمل برده الناحيه دي اهو، برده الخط اللي هو الاحمر اللي قدامنا ده هيتعمل برده، نسيب 2.5 كفر و2.5 كفر من تحت، ونرسم الخط بتاعنا يكمل لغايه الخط المنقط الثاني اللي هو ايه عند وش الكاميرا ده. يبقى احنا كده رسمنا الحديد العادي. بعد كده نرسم التكسيح بتاعنا، هنكسر طبعا بزاويه 45، فعندنا الباكيه اللي هي من ناحيه السمبل اللي هي من ناحيه الكاميرا مفيش، في بس على الناحيه دي كاميرا، في ناحيه بقى بلاطه ومفيش الناحيه دي بلاطه، فهنكسح على مسافه L2 على 7 اللي هو طول البحر اللي انا واقف فيه مقسوم على 7، نجيب التكسيحه وبعد كده بالمثلث نلف الايه التكسيحه بتاعتنا زي ما قلنا. اللي هيختلف بقى في الكاميرا، عندنا الكاميرا اللي هي اسمالي
البلاطه الاثنين، يعني اسمنا اللي هي اسمنا البحرين، ادي بحر الاثنين واللي واحد، ففي منها وشمالها بلاطه، فالتكسيح بس هيتغير، مسافه التكسيح مش هتبقى زي الايه، زي الناحيه السيمبل دي. فهنبدا نيجي من مسافه الاثنين على خمسه، نبدا نجيب بدايه التكسيحه، والتكسيح بتاعنا يتكسح بزاويه 45، ونسيب مسافه 2.5 كفر من فوق، والتكسيح بتاعتنا هتلف تمشي تمشي معانا لغايه ما تخش في البحر التاني. يعني انا واقف في البحر الاثنين، التكسيحه بتاعتي هتلف تخش في بحر الواحد. طيب هتخش مسافه قد ايه؟ هتخش اي مسافه؟ لا، هتخش مسافه مقدارها ربع اكس. ربع اكس منين؟ من وش الكاميرا الداخلي. يعني انا عندنا، انا من وش الكاميرا اللي في الباكيه الثانيه، انا واقف في باكيه 2 برسم التسليح لباكيه 2، يبقى عندنا التكسيحه دي هتخش في من وش الكاميرا اللي في الباكيه الثانيه مسافه مقدارها ربع اكس. برضو نفس الكلام، هنكسح برضو الناحيه السيمبل، هنا هتبقى ال 1 على 7، ونعمل التكسيحه بتاعتنا. طيب الناحيه الكونتينوس اللي هي جنب الكاميرا دي هتبقى ال 1 على 5، ونعمل التكسيحه بتاعتنا، وهتخش برضو انا واقف برسم للباكيه دي، هتخش من الوش الداخلي او الوش الخارجي للكاميرا اللي هو ناحيه الباكيه الثانيه، هتخش مسافه مقدارها ربع اكس. طيب الاكس دي هي عباره عن ايه؟ الاكس بالنسبه لنا عباره عن الماكسيمم اوف ال 1 اند ال 2. يعني انا عندي ال 1 وال 2، لو ال 1 اكبر من ال 2 فبناخد الكبير منهم ونشتغل عليه، بيكون عندي ربع اكس مثلا، الباكيتين الاثنين متساويين فمش فارقه، هناخد اي واحد منهم. عندنا ربع اكس يعني هناخد 5 ونقسمها على 4، تدينا متر وربع، ونحوله بالسكيل بتاعه. بعد كده هناخد التسليح اللي قدامنا، بعد كده هنحط اللي هو النقط بتاعت الايه، النقط بتاعت الفرش بتاعنا بنفس القاعده اللي اتفقنا عليها، اللي احنا نرش في القطر بتاعنا موازي لمين، القطر بتاعنا موازي للغطا، فبالتالي الغطا هيظهر خطوط والفرش بالنسبه لنا هيظهر نقط، وبما ان الفرش هو اللي تحت فالنقط تبقى تكون تحت الايه، موجوده تحت الخط زي بالشكل اللي قدامنا ده. طيب طبعا هنكتب طبعا التسليح بتاعنا، هنشد خط، عندنا الخط ده اللي هو عباره عن عباره عن الغطا، فتسليح الغطا كان 5×10، ونشد 3 4 خطوط كده، نجمع 3 4 نقط بثلاث خطوط، ونكتب عليهم التسليح بتاعهم اللي هو 5×12 اللي هو تسليح الفرش بتاعنا، وما ننساش نكتب الدايمنشن. بعد ما كتبنا الكلام ده كله، هنبدا ناخد التسليح اللي قدامنا اللي هو عباره عن خطوط، ونبدا نسقطه تحت الايه، تحت الكروس سيكشن بتاعنا اللي هو بنسميها تفريده الحديد. وطبعا بناخد بنفس مقاس الاسياخ، يعني بنسقطها تحت، مجرد اكني باخدها كده بنقلها وحطها تحت الكاميرا مباشرة، بس بنبعد المكسح عن العدل عشان خاطر نعرف ان في هنا ان ده سيخ مكسح، السيخ المكسح بتاعنا ده كله على بعضه مكسح وده عدل، وبنكتب عليهم قيم التسليح. عرفنا ان احنا بنكسح نص الحديد، وبنكون نص الحديد عند بتاعنا بيكون عدل ومكمل معانا، فعندنا طبعا الحديد بتاعنا كان مقداره 5×10 على المتر، تمام، فبالتالي احنا مكسحين نص الحديد اللي هو 2.5×10 في المتر، والنص التاني عدل اللي هو 2.5×10 على المتر، وبنكتب تحته ان ده الكروس سيكشن اللي هو السيكشن اي اي اللي احنا خدناه، وبنكتب السكيل بتاعه. وبكده نكون احنا انتهينا من رسم البلاطات، وان شاء الله باذن الله هنتقابل في رسم الكاميرات، هناخد الامثله اللي الدكتور كان مديها في الصاله ان شاء الله، وهنتناولها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.